محمود شد رفع 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 شديت شديت رفع رفع فوق بس رفع انا خايف ظهري هنا سعيد هاي يسوي لنا مشاكل لا لا ما عليك مني اهلاوي بابا غصب عليه لازم حتى على باب الامارة ان شاء الله اوه ما شاء الله تبارك الله شو هذا ما شاء الله مسويتني اهلي اهلي يلعب رزا اهلي شو اهلي بابا شباب خضراوية كهرباء يعني تات من ورا حمراوية كهرباء حمراوية من ورا لا 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 احمر احمر رزا خضر بابا خضر احمر الله. شو عندهم شو عندكم اشوفكم تركبوا زينه وش عندكم باكر مباراه الاهلي تعوا يا ريمع لا ابوي ما صاير انا ابوي ريال وصلاوي انا الامبراطور زهير بخي تعرفوا زهير بخي امبراطور على امبراطوري اويلوه يا ويلوه اويلوه يا ويلوه يلا اصبر احمر احمر قطره مونيك احمر شوف قطره مونيك احمر خلص قول قطره اقول لك اويلوه يا الاصفر اويلوه يا الاصفر اويلوه يا الاصفر دمك دمك داخل ارج مالك احمر بشلو عطوا سكين عطوا سكين محمود شك يدي شك يدي طلع لي دم اصفر اويلو يا لزمر مريزه دخل مريزه كيف اويلو يا اويش مريز اويش ما اصفر هذا اشوف 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 هذا اصفر قبل ما يستوي كان اخضر ما علي منه سب 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 بس يستوي بولغ يستوي احمر شو عني اويلو يا اصفر اويلو يا اصفر اويلك اويلو يا عمي عباس يبغى نسي نشجع ويا النادي قم خلنا نسير ويا قم قم لا يا اخوي لا 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 وين وين اللعب انا الصراحه ما احب اللعب هالايام لعب اللعب زمان الاول اللعب زمان دحين يا يبقى الله ذكرتي والله ذكرتي بالكوره ذكرتي بالملاعب قبل ترى انا اللي قدامك هذا اللي تشوفه انا واحد رياضي عريق انا لاعب يا سلام بس عيب الواحد يربس عن عمره إيه؟ الله على زماننا نحن زماننا يا سلام زمان الملاعب نسوي ملعبنا بروحنا كورتنا نصنعها بروحها ما تصدقنا انت تصدق قبل نسير نلقط ليحان ونسوي العوارض مال الملعب وعقب نركض على البحر ونشوف ان ليخ طايح هناك وشليناه ويبناه وسويناه شبك حق الجول مالنا ونشوف بنايه توها تنبني وركضنا الله وكيلك وسرقنا نوره وين ونخطط الملعب كله هي والعب العب انت في الاسبخه هناك العب والصيب شو الصيب اسود الفريق الغالب لا الفريق الخاسر يشرب الفريق الفايز ماليته 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 تصدق يا جماعه انا ولا فخر سلمت على بيلي بيلي البرازيلي لا بيلي الكلباوي بيلي بعد شو بعد طالعني بعيونك شي بيلي اللاعب الكره زين بيلي وين شفته وينك يا حكيم وقت تسلم عليه وين شفته يتمشى في سطوه اقول لك بيلي تقول لي وين شفته بيلي اللاعب ما يصدقوني انا كل ما اسولف لهم على السالفه هاي ما يصدقوني اسمع 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 الله يسلمك سنة 1974 نادي النصر النصراوي نادي النصر يا ابو بيلي يا ابو قلت يا جماعة الخير هذا بيلي اوه سووه الربع يا ابو بيلي واقو مركض قدام طبق 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 خير مو بغريب هي صاير اسلم على بيلي كان يقول لي اوب ستوب قلت ليش ستوب قال صرت تسبح يلا صرت تلبس وتسبح بعدين تعال يا اخي بتسلم على بيلي ايش حقا تحرموني من بيلي قال يلا مشي تصدق رغم انه كان عندهم شو يسمونه سالم بوشنين واقف هناك خلوه يسلم عليه واسطه خلوه سالم بوشنين يسلم وانا ما خلوني كنت انا جاي من الملعب من الصبخه ريلي سودا هي قالوا ايش حق هذا اي والله عمي ما شاء الله عليك خراط نمبر واحد كذبت علي كذب زي ما جلطني يا ابوك تتحراني انا امزح وياك انا حاوش انت تعرف يمع واحد يسمونه يمع الفرد انا ما اعرف يمع الفرد انا اعرف يمع القلابي خلي مع القلابي ها هذا وياه يمع الفرد قبل يمع الفرد خميس الشوزة ما تعرفهم اللعيبة قبل شوف يابو مدرب ميمي الشربيني ميمي منو بعه الله أكبر وهي ولا شوف هذاك الريال اللي ما يتشاهد قلت لا حول ولا قوة إلا بالله أستاذ ميمي نعم قلت له طال عمرك أبغى ألعب كرة أنا قال لي أنت قلت له أنا أبغى ألعب كرة كان يقول لي ارفع ريلك قلت له فا شرف عريلك قال لي ارفع رجلك عايز اشوف رجلك قلت له ان شاء الله كان ارفع ريلي شاف ريلي كان يقول لي امشي 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 يلا
امشي وهات الكرة من المخزن. طلع ريلي فلات فوت. هي طرش سواري بطراش الله وكيلك. ذرك عمي انت تاريخ عريق واحنا ما نندل بس خراط بعد. سمعت اسمع 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 شيخ المعلقين، تعرف شيخ المعلقين؟ كيف ما اعرفه؟ من شيخ المعلقين؟ مال وين؟ مال هنا؟ مال هنا عاد مال وين بعد؟ ما اعرفه. ها على الحميد؟ لا على الحميد اعرفه. هل الدهري؟ اعرفه. الى الحين شيخ المعلقين. هذا في سالفه عندنا، سالفه المرضعه ما تعرفها. لا كان لعيبه وكذي عندنا. المهم هذا كان يعلق على المباراه، تذكرت الحين يوم بليه هو كان يعلق على الحميد من هايك الايام لليوم، وبعد الشيخ المعلقين. تعرف انت فكرة المدرب الرياضي منو 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 سببها؟ منو؟ من وين طلعت هاي الفكرة؟ منو؟ أنا. أنا اللي اقترحت على نادي النصر إنه يبون مدرب أجنبي. يوم شفت أنا الشربيني راغني وخلاني أنا ألقط كوار. زين ترى هيك الأيام بس في اثنين عرب، شربيني كوارتي هذا سوداني. قلت لا أنا أخذ موقف عليهم. أنا كنت اقترحت على نادي النصر إن يشيلون العرب ويبون الأجانب. فأنا اقترحت عليهم إن يبون مدرب أجنبي ويابوا دور ريفي. دور ريفي تعرفه؟ دور ريفي أنت جايبنا؟ أنا اللي جايب، أنا بلا فخر ولا فخر، أنا اللي جايب دور ريفي حق نادي النصر. اسمع عمي أنا بقول لك، مسيلمة الكذاب مات، لكن هدوا عياله هنا يخرطوا علينا نحن. يا بوك يا بست راسي عمي، ايش خف علي خف علي. زين قول لي أنت عين الشربيني زين حق ويش راغك؟ عشان ريلك كرفة ولا ويش؟ غبي ويش؟ انت غبي؟ اقول لك فلات فوت فلات فوت، تقول لي اكرف فلات فوت؟ فلات فوت يعني شو؟ فلات فوت هيك الايام بعد عندهم هناك في نادي النصر اسماعيل جرمن. أي. فلات فوت، فلات فوت يعني ان القدم مسطح. أي. ما تروم تركض ريل هالطول، اذا ركض تخرطب طخ 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 يطيح. أي. هذا فلات فوت ما لعبوني بصراحه عمي. ما شاء الله عليك يبست لي راسي على بعد هذا كله، انت طلعت حارس مرمى وش؟ يا اخي انا ما عندي سالفه اسولف في هذا. هات النجاشه من كلبه. قم قم احلي 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 يا رب يفوز على رجال آمين. زين يا ابوي هدي الله يخليك بابا. قول ابوي الله يخليك. يعني يوم بنسير المباراه بنحضر هناك الله يخليك، لو الله لا قال ان شاء الله انغلب الاهلي لا سوينا فضايح مثل المره اللي فاتت. ما اقدر خساره اهليه هجتني بابا. ما اقدر ابوي لا تفشلنا. ما فشلك ان شاء الله بنفوز يا رب نفوز ان شاء الله. زين ابو محمود. امر امر حبيبي. انت قلت لي اذا فاز الاهلي اشتري لي سيارة جديدة. بابا مو سيارة جديدة، اشتري لك بنت لي احمر تواير احمر رقاد احمر بعد. عمي غريب ما بي ويانا؟ بابا يجي غصبا على ابوي. دقل بابا شوف دقل. اهلا شوفي بابا مسا شجع عندنا مباراه ابو احمد بمباراه مال الاهلي وان شاء الله لازم نفوز. وين هذا مالي؟ شوفي خلي علم عندك عشان نفوز. ها شوفي يلا ابو احمد عندنا مباراه لازم تشجع معنا. ها انت الحين فزت الحين فزت ولا بعدك؟ ان شاء الله يا رب افوز ابو احمد ان شاء الله يا رب. أقول لك اليوم أبوي الجزيرة فازين غالبينكم خلاب اليوم. ما يقول جزيرة فايز خلي جمهوري كفاك على راسك. أبوي هدي الله يخليك هدي. هل عندك روح رياضية؟ ما عندي روح رياضية، عندي روح عدواني بس يا عدواني. اليوم هنا موجود، ادي الضغط هنا موجود وحاضر من لاعبي النادي الاهلي ثم احمد خليل ورمي التماس. احمد خليل الحق غريب ابويا. وين وين ابوك بعد؟ الحين تلقاني متعلق في المدرج هناك ويطالع القبه.
ابوي صاير يتابع المباراة في المدرجات؟ هي نعم. شنو في الكرة ابوي؟ خليه يصير يخلص فلتنا احسن له. كان زين اسمع الكلام. ميرا؟ نعم. حقه جالسه؟ سيري جاب لي دراستك احسن. مي بس شوي ابغى اشوف المباراة وعقب اسير اذاكر. شو مباراة؟ دراستك وامتحاناتك اهم، يلا قومي. مي بليز بليز بليز. الله يخليك امي، بس ربع ساعة، ابي اشوف ابوي ويشجع لي خلتي شوي شوي. اسميك منكم بعد انت نقشك. بحالة هاي، يا ابوي هاي القبة بتخبل بكم. انا يا ميري الاول من عفصان يوم تستوي همي. المباراة الله يخليك. ايه ان شاء الله. الانجينير بتاع نص الملعب ومهندس طائر في الشبكة في الناحية الشمال. لمسة احمد خليل. مفاجأة غريبة في المدرجات، فريق عجيب غريب موجود في المدرجات. عباس شوفيك شوفيك صيح. عباس يكلمونك ها عباس. وايد وايد متحمس واخر شيء خسر. عباس يكلمونك. عباس تكلم. عباس شوفيك شوف مستوي. عباس ما عليك ما عليك هذا حكام منافقين مجاملين شو نسوي؟ يحيى وايد وايد متأثر وايد. بس خلاص خلاص ما يقدر. كلمتين بس كلمتين. ما يقدر اخوي ما يقدر اخوي ما يقدر. بس ما يبغى يتكلم. غريب شو رايك في المباراه؟ والله يا اخوي سامحني صوتي رايح. انا شجعت وايد اليوم. وايد متحمس. والله يا اخوي انا هذا ما لازم يصيح. وين اداره؟ وين اداره؟ وين اداره؟ صبر يا اخوي صبر صبر استاذ ابو. يعني انا اقول مثل هذيله يعني هالجمهور واحد يصيح واحد يزعج ورانا. انا اقول وين اداره؟ وين اداره بابا؟ وين اداره؟ وين اداره؟ شنو هذا؟ وين اداره؟ يا اخوي ما يصير هذه مباراه. عاشبوي الرمسة عندي انا لا تاخذه من غيري. انا المباراه بوي فيها سجال نعم، ولكن ما بين اللاعبين، بين الطبول.
والمشجعين صراحة يقولوا كلمات ما زينة. حد يقول لك عاد تعالي الغاوي تعال. كلام عيب أبوي، ما يستوي الشكل. ولا شو رأيك أخويته؟ وش رأيك أنت تتكلم كل يوم شيء؟ وأبوي كلامه صح، وأنا بعد بعقب على كلامه. المباراة كانت من أروع ما يمكن وأحلى من الأعلى الجماهير، بس بعدين استوت فوضى، قاموا يرمونا بالزجاج. يتني في راسي أوكي أنا في شعر، نعم. بنقول الشعر غطى، نعم. لكن هذا مسكين أقرع لو انطر راسه، منو المسؤول؟ قولهم منو المسؤول؟ كيف منو المسؤول بعد حرام يطروا راس الولد وابو كيف يطروا راسه؟ العظيم شو هذه عطية؟ شو سوي في عمارتي؟ حاطين هالأوراق معقد والصور، شو هالرمساجين حلوين؟ أنا كنت نايم يا سعيد، كنت نايم ما مدرتش من اللي حاصل. وبعدين ما أنت عارف سي عباس مخه جزمة قديمة وعنده إصرار عجيب غريب. ما علي يا عباس، حردك يا عباس حردك. أنت بيه حردك يا عباس حردك. ييتوا والله يابكم، شو هذا عباس؟ أنا بترجم، يقولك أنا تعبان خلنا أسير، ما لك شغل، بس عواته مغلوب ريالها. يا رب يلا نسير. عباس هارد لك، جود لك، عبد لك، دلك، كل لك عباس، ما لحقك والله حقك. شو بالله ربيعكم؟ ما أدري ما وصلت فات على عبد محزوم. شو؟ معزوم؟ ومن اللي عاز منه؟ يا رب وقام يعضعض الاوادم. اسكت عنه احسن لك ولا بيعضك ترى. ايش هو هذا؟ انغلب؟ وشو تبون اسوي لكم يعني؟ تبون ارقص لكم يعني؟ ها؟ كنا خسر معركه القادسيه وبعدين تعال بخبركم عاد انا. يوم يلعبون المنتخب ويخسرون، انتوا ما تزعلون؟ احنا انتوا الاثنين تنظفوا لي هالعماره من هالاوراق الصور. يلا. هذا خبيل ويش؟ الله يلقعه. ها؟ يلقعه. سلام عليكم. ايدي مالهم دول؟ امال لو كان الزمالك هو اللي اتغلب كان عمله ايه؟ انت زملكاوي؟ ايوه زملكاوي. عندوك سعيد طلع زملكاوي هب عيناوي. ايوه عليهم هاي رمستك، تروح الحين تنظف العماره من هالصور، سمعته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ود صوتي رايح. هذا ليمون ويا عسل، ان شاء الله بيرد صوتك ان شاء الله. بسم الله. بسم الله الله يهداك. انت شو حق تسير النادي وتشوف المباراة في الملعب ويا لسه تصارخ مثل اليهال؟ ما خليت حق اليهال شيء. وين إدارة؟ وين إدارة؟ اي إدارة؟ وين إدارة؟ شو؟ وين ضبابة؟ وين ضبابة؟ ضبابة يدوها كيف الحجرة يا سيصلي العشاء؟ اوه تصدقين؟ طافتني صلاة المغرب، ما صليت المغرب والسبه الكوره. اي والله شوف غريب، يوم الكره هذه بتخليك تودر صلاتك، عيل معناته هذه لعبه شياطين، ودرها عنك. شياطين. او ماي جاد، شو هالشيء اللي سويت؟ فضحتنا. طلعوك في التلفزيون وانت جالس تصارخ كأنك ياهل مسكين، حق شو كل هذا وانتوا اخر شيء خسرانين؟ طلعوني في التلفزيون وصارخ. والله بصراحه يا ابوي هذا اللي شفناه. هي ويكون في معلومك بعد اخر مره تصير وتشوف كره، ما يسوى عليكم يا ابوك. انت ما شفت قولي شو سويت هني؟ ثم تتزاعج وتصارخ وابي تقول وحده مستنزله. ويلا وين ترى؟ وين ترى؟ انا خايف على عباس. انت ما شفتي عباس في الملعب صرخ صرخه من قمه راسه بغى يطيح علينا. الله يكون في عونه. خلك ابوي انا بفتح الباب. انا اجري ابو احمد العجني. الله يخليك عباس تا كيف تا؟
قول اه يا عباس. قول اه. بل انت سلسل. قول اه عايز اكشف عليك يا عباس. بل انت بل انت بل انت. دكاري كل اه عباس. ترجم ترجم. عباس بشنا الكلام دكتور بشنا. مش ممكن اللي بيحصل ده. مش ممكن يا عباس. يعني تموت نفسك علشان الكورة. تغور الكورة لو كان فيها موت يا اخي. والله كلام الدكتور صحيح دكتور عباس يا اخي. ما يصير عندك شريان شريان بيضطر والسبة العصبية. انا بيضطر شرياني ممزي. ايه مثل يدي الله يرحمه. الله يدنا يعني كان احلاوي. طبعا يدنا كان احلاوي احلاوي قه بعدها. تعال غريب جدي انا هو اللي اكتشف البرازيل. كان في رحله من الرحلات الاستكشافيه هذا يمشي في الليل وصل في الليل على السيف. قال حق بحاره انزلوا خافوا ها ها خافوا. كان يحر جدي عليهم برازيل 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 برازيل. بعدين حرفوه سووا برازيل. شفته اغارزه ويدك كان كولومبوس. دكتور والله عائله عجيبه. حسبي الله عليك دكتور. ليش لابس ازرق؟ ليش لابس ازرق؟ غلطه غلطه. اعمل ايه غلطه؟ جيت بسرعه. انت وين الروب؟ الروب الاحمر وين؟ انا بتاع الاحمر. انا اساسا اهلاوي. شوي 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 دكتور. بموت الحين من شرياني بموت. لا 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 ان شاء الله مش هتموت ولا اي حاجه. انت بقيت زي الفل الحمد لله. بس نصيحه يا عباس وانت يا غريب. اديك شايف صوتك بقى عامل زي ستالوني بالظبط. الكوره ما هي الا رياضه واخد لي بالك؟ يعني لا زعيق ولا عصبيه ولا اي شيء عشان تبعد الموت عنك يا اخي. وين اداره؟ وين اداره؟ منو مسؤول؟ منو في هالشيء مهلول؟ تسلسل تسلسل.